الو، معك سر عدلان. مينو؟ آسيا مرت حمدان طلقوها. طيب دقيقة كلم أبوي يرجع لك. تمام. أبوي؟ أيوه. أبوي قالوا آسيا مرت حمدان طلقوها. آسيا وحمدان اتطلقوا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ أبغض الحلال عند الله الطلاق يا سبحان الله. تعرف إيه معنى إنه أسرة مبنية على الحب والوئام اتطلقوا؟ معقولة؟ ده مشروع بتاع عائلة مؤسسة اتفرتك بكلمة واحدة الطلاق. حي يا آسيا، طلاقك ده وجعني شديد. هي بالغت، راجلة حلف عليها طلاق قال لها ما تمرق تقوم تمرق. كلامك صحيح غلطت، لكن يا اختي الرجال ده اللي بقوا يحلفوا بالطلاق ساكت. سمع اضاني دي، واحد منهم قال للثاني انت قايلني زوجت لشنو؟ ما عشان حلفة الطلاق دي. هو قايل روح شنو؟ في كل صغيره وكبيره يحلف علي بهدينا انا بالطلاق؟ الا لكن المره دي وقفت على رايي ومرقت وقلت له انا ما ماشيه لزول غريب، انا ماشيه لي بيت اختي. الا هو وقف وقال لي الطلاق ده حار يا اختي. الزمن ده في رجال بيعرسوا، ما هم دير الحريم قعدات وما لاقيات عرس. حبابكم والله يا حبابكم. تفضلوا يا رجاله، تفضلوا. هذول انا قلتها وحلفتها وسع بقول عليها بدون حليفه، طلقانا. حيلاقينا حمدان اخوي، نحن كلنا بنحلف بالطلاق. لا لاقينا حمدان عارفين ان الكلام ده غلط، وما بنطلق. انت مشكلتك حلفتها وتميت جنب الباب. مرحبا يا عدلان. حبابك حبابك يا عدلان. اها، رغم ذلك وكذلك نقدم لكم اخونا الفاضل في كلمه قصيره. الفاضل اخوي قصيره، تفضل. بسم الله والحمد لله. شوفوا يا اخوان، اقول لكم من الاخر كذي، ده يوم غير وكلام ليه وضل، لكن احنا فريقنا ده من ما قومنا لا فيه طلاقات ولا فيه مشاكل. بالحيل وانت العوقه التليفه البهيمه السخله، الله يزعلك. آسيا دي مره بطلقوها، قوم على حيلك رجعها والله يقبل عكاز ده فلقك. الفاضل الكلام ده هذول ما كلام، هذول امشي اقعد. هذول ها قدم عدلان. سمع، ونقدم لكم الاخ عدلان. انا هين بيجيك بيوريك المقشم بلا بصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ده شنو يا اخوانا؟ ده شنو ده اللي بتعملوا فيه ده؟ في مشكلة بسيطة عاملين لكم هيلمانة ومقومين الدنيا وهم قاعدينها؟ حتة مشكلة بين راجل وزوجته. الحاصل شنو؟ حمدان، أنت طلقت آسيا دي صح؟ أيوه. وما عايز ترجعها تاني مش؟ اي ما انا اذا ارجعها. خلاص على كيفك. على كيفك فين هذول الكلام ده؟ السؤال الجاي ده لآسيا. اي انت يا آسيا، حمدان ده ما دايراه مش؟ ما دايره وخلقته دي ما بقدر اشوفها. خلاص يا اخواننا، سيد الحق راضي، شنتعب القاضي. الطلاق حصل والحصل حصل يا اخواننا، خلاص. لكن يا آسيا عندك شهور عدة لازم تقضيهم مع زوجك ده في مكان واحد. أبوي جيك حيلة عماء. اسكت يا أمجد اسكت. أنا أصدرت قراري وقراري نهائي. آسيا وحمدان حيعيشوا في مكان واحد، حيعيشوا معاي في الفيلا. آسيا حتكون مع سامية، وحمدان حيكون معاي انا تحت الرقابه اللصيقه. يا داب حتكتم فيهم. فارس، ابوي ده سمعني ولا شنو؟ امشي مع حمدان ده وجهزوا شنطته.
سامية وسارة جهزوا مع آسيا دي شنطتها. شنطتي مستفة وجاهزة من يوم ما طلقني، ستفتح دي ما تفي. أخوانا أخوانا اديتونا الجوع يا أخي، قوموا رح ناكل يا أخي. ها يا أخي. آسيا مد ايدك يا بتكلم عن الناس. ماني دايرة، كل ما اتذكر خلقة حمدان دي بتنطم من الأكل. وعدلان جبناه فزع بقى وجع. حمدان ده ما يركب معانا، كان ركب معانا انا ما بمشي. ناس حمدان ده حيركبوا ورا، انت ما شغلتك بيه، نحن حنركب قدام. اراح اراح. تفضل. ابغى قدام. هاي انا اسيا، الليله تبيت معي. خلاص كويس، ما في مشكله. رح حمدان حيقعد معايا. رح تفضل. الو دكتور يوسف، اهلا يا اخي. عايزينك سريع جدا لانه عندنا واحد مريض هنا. ايوه عيان شديد. لا لا لا، ما من الاولاد، ضيف نازل معانا هنا. ايوه بالله استعجل. شكرا. ابوي العيان منو؟ حمدان سجمي. حمدان ماله؟ حمدان عيان سجمي يا اخواني. حمدان ده الصداع ما بيتحمله، ما له عنده شنو، وهسه هو كيف قلقان عليه؟ كيف ما اقلق، دي ما عشرة عمر، بعدين هو كمان حمدان غريب علي. هاي بسم الله انا قادر. احنا لسه الخطة الاولى نجحت، الثاني علي. تفضل. كيف اصبحت؟ الحمد لله والله. تفضل. ابوي اسيا دي تعبانه شديد. اسيا؟ ما انا اسيا، انا اسمع جينا كويسين. ارحقكم ارحقكم انا وضحها. لا سكتت مالك؟ انت ممنوع تقابلها او تتكلم معاها او حتى تشوفها، وهي كمان برضو. هو عنده الأزمة. أنا قلت له شيل معاك البخاخ، إلا هو ما بيسمع الكلام، راسه قوي. بعدين هو كان عيا ما يعيا، ما شغلت به ولا شيء. يا ربي هل بيكون مشى معها الاستبال يا امه؟ يا اخي انا مالي مالها، انا ضاعت ما عندي بها قضيه. هي لكن هي ما بتعمي،
ايوه يا زول هوي القسمه بيناتنا انتهت. انت تمشي هي العدته دي وانت مشي حلا. اي هوي يا سامي الزول ده عيان والواجب بيقول امشي اكفر له. انا بتريف انا مع الشاله. هل داكين تبي تعمي ايه وعمره الظفر ما بيطلع من اللحم ونحن ناس واجب. الواجب ده من عرفه زين على عدو ذاته اكان مرض من واجبه. خلي كمان تكون دي آسيا. ايه انا امشي اكفر لها واللي يحصل يحصل. ايه آسيا حمدان آسيا انت كويس؟ أسأل الحمد لله على السلام. الله يسلمك. انا جيت اكفر لك. انا ذاتي جيت اكفر لك. انا مالي ما شديده ماني عيانه. الحمد لله. انا ذاتي شديد الحمد لله ماني عيانه. يا والله الحمد لله. ما دامت انتوا كده اطمئنيتوا على بعض خلونا نحن نطمئن عليكم. ولايتي مرجوعه يا حمدان. أظن عزبت أنا أقول للمرأة دي مرجوع. هاي عليك الله أقول لها يا أخ سليت روحنا سل بعدين أنا عارفك بتدور يا حمدان يا أخ. قول لها مرجوعة يا أخ. رجاء يا حمدان مرجوعة هذول بشرط. ها؟ تاني ما تحلف طلاق. بوعدك بذلك. اتضمني شنو؟ علي الطلاق. استغفر الله العظيم والله تاني ما بحلف طلاق.